تقرير جديد للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كشفت فيه عن رصد أكثر من 7800 ادعاء متعلق بقتل وإصابة المدنيين. أنهت اللجنة التحقيق في عدد 4100 حالة، منها 2082 قتيلا مدنيا، بينهم 210 نساء و 229 طفلا في الحرب. توزعتها أطراف الصراع بنسب متقاربة، وتصدرتها ميليشيا الحوثي والمخلوع. في هذا المؤتمر الذي هو المؤتمر الثالث الذي تعقد اللجنة، تشهر اللجنة تقريرها الثالث الذي حرصت على إبراز مجمل الأعمال التي قامت بها خلال فترة السنة من سبتمبر 2016 إلى 2017. التقرير الذي صدر من العاصمة المؤقتة عدن أعلنت فيه اللجنة رصدها أكثر من 17,000 حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها عبر راصديها الميدانيين في كافة المحافظات. أنهت التحقيق في أكثر من 10,000 حالة منها، وأوضحت عزمها إحالة 3,000 ملف من ادعاءات المنتهكين إلى القضاء والنيابة العامة، فهي لن تكتفي بالرصد والتوثيق فقط، بل والمتابعة من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات. لكن مراقبين استبعدوا أن يبت القضاء في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب وليست جنائية. اللجنة بصدد تسليم القضاء لثلاثة ألف حالة أو 3,000 ملف تم الانتهاء من التحقيق فيها، وبإذن الله هذه الدفعة الأولى، ستليها دفعات أخرى ليبدأ القضاء مهامه في تحريك الدعوى الجزائية ضد المنتهكين، وذلك لضمان ضمان الحفاظ على حقوق الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب. وفي حين تقوم المنظمات الحقوقية بالرصد والمتابعة، لا يخلو الواقع من المطالبة أيضا بالحقوق المنتهكة، وذلك على شكل مظاهرات شبه يومية واحتجاجات، كان آخرها تظاهرة لعشرات المتقاعدين العسكريين والمدنيين أمام قصر المعاشيق في مدينة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم. المحتجون طالبوا الجهات الرسمية بالتجاوب مع مطالبهم وسرعة صرف مستحقاتهم، ورفعوا لافتات تطالب بمحاكمة الفاسدين وتطهير المؤسسات المدنية والعسكرية. المظاهرات إذن تتكرر بشكل يومي في هذه المدينة، وإن اختلفت الوجوه والمطالب، بانتظار تحقيق ولو الحد الأدنى من حقوق من يقومون بها.